بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رفع بهذا القرآن أقواماً وخفض به آخرين، وصلى الله وسلم على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة، ونحن نجتمع على مائدة القرآن في اجتماع سنوي مهيب ومسابقة عالمية دولية كبرى على أعظم كتاب تحمل اسم مؤسس هذه البلاد، الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. في ظل رعاية كريمة أبوية حانية من لدن والد الجميع الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله ورفع قدره وسمو ولي عهده الأمين الأمير الهمام محمد ابن سلمان حفظهم الله ونصرهم، إن هذه البلاد المملكة العربية السعودية قد عُنيت بكتاب الله تعالى منذ قيامها الأول على يد الإمام محمد بن سعود حتى يومنا هذا، وقد بذلت في ذلك كل ما في وسعها، فهو مصدرها ودستورها والحاكم على كل كبير وصغير فيها، وهي التي عُنيت به تدريساً وتفسيراً وعلماً وعملاً وتمثُّلاً في الأخلاق والتعامل، نافيةً عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهي التي قامت على طباعته وأنشأت له مجمعاً خاصاً طبعت منه ملايين النسخ بإتقان ومراجعة ونشرته في العالم أجمع. إن الاجتماع على كتاب الله تعالى تلاوة ومدارسة وتفسيرا جاءت النصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث والآثار دالة على فضله، وهي ولله الحمد معلومة للجميع، وهي التي حثتهم على اجتماعهم قبل المسابقة وأثناءها وبعدها إن شاء الله. وإن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه المسابقات التي يتنافس فيها أهل القرآن من حفظ الله تعالى لكتابه، أيها الجمع المبارك، لقد أكملت مسابقتكم هذه عامها الأربعين وبلغت أشدها، وهي ترتقي كل عام وتعلو ويشتد عودها، وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل ثم بالاهتمام الكبير بها من لدن القيادة الرشيدة في هذه البلد المعطاء، والقرآن يعلو ولا يعلى عليه. إن هذه المسابقة تبذل فيها جهود كبيرة كل عام، فمنذ أن تنتهي المسابقة واللجان العاملة تخطط للمسابقة التالية مستخدمة في ذلك أحدث ما توصلت إليه التقنيات، ونحن نعمل بإذن الله تعالى على الرقي بها وتطويرها. ونحن في ختام هذه المسابقة نوصي أنفسنا ونوصيكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن، وأن نعمل على أن يكون القرآن هو سائقنا ودليلنا في الدنيا، ليكون سائقنا ودليلنا في الدار الآخرة، وليكن لنا ضياءً ونورًا، ولننأ بكتاب الله عن مزايدات أهل الغلو والتطرف الذين أرهبوا الناس وقتلوهم باسم القرآن زورًا وعبثًا بكتاب الله. فكتاب ربنا أمرنا باستعمال القول الحسن عند تعاملنا مع الناس، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وليس حامل القرآن فظا ولا غليظا، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد ألف علماؤنا كالإمام الآجري والإمام النووي رحمهم الله كتباً في أخلاق حملة القرآن، نفعها عظيم لحامل القرآن. وفي نهاية هذه الكلمة نشكر الله تعالى أولاً وآخراً على حسن نعمه وعظيم فضله وكرمه وجوده، ونسأله المزيد من فضله، ونشكر لقيادة هذه البلد المبارك خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على ما بذلوه ويبذلونه، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. كما نشكر لأمير هذه المنطقة المباركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز كرم الضيافة وحسن الوفادة والاهتمام بهذه المسابقة والمتسابقين، وأشكر القائمين ولجان التحكيم والمتسابقين، وأسأل الله لهم الفوز في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.